بنتساءل عن البيانات. بالفعل صدر بيان منذ قليل من مصدر عسكري رسمي بأنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للإرهاب، نفذت اليوم الطائرات الأباتشي عددا من الهجمات الجوية استهدفت الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، وأسفرت العمليات عن تدمير مجموعة من مخازن الأسلحة والذخائر وعدد من المركبات التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر التأمين. ده البيان، نتمنى فعلا أنه يبقى دايما البيانات تتوالى عشان نبقى عارفين الحقيقة والدقة. يعني في حد، في مراسل بيقول قتلوا 2، في مراسل بيقول قتلوا 8، احنا مش عايزين نردد أشياء لا نعرف دقتها على الأرض، ونتمنى أن تخرج المعلومات بشفافية ودقة وصراحة وما يمكن. يعني ما فيش حد بيقول كل حاجة بالذات في العمليات العسكرية، ولكن الممكن أنه يصدر بيه بيانات من القوات المسلحة الناس عايزة تعرف، ومن حق الناس انها تعرف ما يحدث في سيناء الان. الحقيقه النهارده القوات المسلحه ودعت قائد كبير من قيادتها، الفريق صلاح. الحقيقه الفريق صلاح حلبي شغل مناصب عديده، كان رئيس للاركان، وكان ايضا رئيس لعمليات المنطقه الغربيه العسكريه، وقائد للجيش الثالث الميداني، وشارك في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، وكان رئيس للاركان القوات المسلحه، وأيضا كان طبعا في الكويت رئيسا لأعتقد أركان الجيش المصري التي شارك في العمليات العسكرية في الكويت. ومن أفضل من أن يتحدث عن الفريق صلاح حلبي من رجل أيضا من القوات المسلحة، سيادة اللواء سمير فرج، مدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية. مساء الخير يا سيادة اللواء. تأكيد لحضرتك كل سنة مشاهدين. أشكرك، ولو سمحت يعني من هو صلاح حلبي؟ حقيقة القوات المسلحة فقدت أمس وشيال جنازته اليوم الفريق صلاح حلبي، وهو من خير قادة ورجال القوات المسلحة. فريق صلاح حلبي زي ما قلت من شوية تولى جميع المناصب القيادية في القوات المسلحة لحد قائد الجيش الثالث الميداني. اشترك في حرب الاستنزاف، حرب 67، حرب 73، وكان رئيس عمليات أحد اللواءات اللي هي عبدت الموجة الأولى للعبوك. أول شغل عدة مناصب سواء في وزارة الدفاع، في هاي التدريب، في مخابرات، يعني مناصب عديدة. ولكن أنا عايز أقول النقطة المضيئة في حياة الفريق صلاح حلبي اللي احنا كلنا بنحترمه عشانها في القوات المسلحة قبل أن يتولى رئيس الأركان. لما حصل غزو الكويت من صدام حسين وتكونت القوات اللي هي تتصدى لتحرير الكويت، فكان هناك تجمع في حفر الباطن، القوات الأمريكية، قوات مصرية، قوات سورية. الفريق صلاح حلبي كان بيقود القوات المصريه في هذا التجمع، وكان عنده حوالي 35,000 مقاتل، 2 فرقه، فرقه مسام الغريب وفرقه مدرعه، مجموعه صاعقه، لواءات مدفعيه، لواءات صواريخ. وكانت هذه القوات هي ثاني قوه بعد الامريكان في هذا التحالف. لما بدا التخطيط للعمليه، مش عايز اقول لك ان مصر خدت تقريبا هو تحرير الكويت، اما يمكن القوات الامريكيه خدت الصحراء في اتجاه العراق. مع بدء الهجوم في اول يوم، بعد ساعات من الهجوم، شوارستوف بدأ يطلب ان الفريق صلاح حلبي قواته بتتقدم الى حد ما ببطء. لما ما حصلش استجابة، يمكن كلم الرئيس مبارك، الرئيس مبارك كلم الفريق صلاح حلبي وقال له انت تتحرك ببطء. قال له فنم احنا داخلين على قتال في المدن، قتال المدن ده اصعب قتال، انا مش عايز اخسر حد من قواتي، انت لكم عندي ان انا حق المهمة باقل خطأ. وفعلا حرر الكويت، وكان معاه طبعا قوات من السعودية بسيطة وقوات من الكويت، وحرر واستولى على الكويت. اللي أنا عايز أقوله هنا النهاردة برضو الشعب المصري، أن القوات السورية في هذا التوقيت لم تتحرك. الوحيد اللي تحركت هي القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق صلاح حلبي وحررت الكويت. ده درس لنا كلنا، ونشوف قد إيه القوات المسلحة عظيمة، لأنها النهاردة بقت العمود الفقري وليس فقط لمصر ولكن للأمة العربية كلها. بعد ذلك تعاد الفريق صلاح حلبي ليتولى رئاسة الأركان القوات المسلحة المصرية، عشان كده أوله مكانة كبيرة جدا عندنا في القوات المسلحة، رغم أنه لم يكن يميل دايما للإعلام وأنه يتحدث. النهاردة فرصة أن احنا نوضح دور هذا الرجل العظيم، قعد 4 سنين كرئيس أركان حرب، رغم أنه عمل عملية قلب مفتوح لكن أداها ورجع تاني يكمل مهمته. بعد كده الهيئة العربية للتصنيع، وحقيقة احنا بنعز أسرته، نعز القوات المسلحة، بنعز مصر كلها بقائد عظيم بطل قدم خدمات كبيرة لمصر وللأمة العربية.
بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء سمير فرج على هذه الكلمات عن قائد عظيم هو اللواء صلاح حلبي الذي فقدته مصر بالأمس. وكانت هناك جنازة عسكرية مهيبة يعني تقدمها السيد الرئيس وكل قادة القوات المسلحة. نخرج فاصل، وبعد الفاصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور يتحدث عن ملفات كثيرة شائكة.